فنان الراحل محمد فوزي الحقيقة أيقونة من أيقونات الموسيقى، في مش هتكلم بس في مصر، في العالم العربي ده ناس صحيح. كتير جدا جدا تعرف عنه حاجات كتير، لكن أنا عايزة أتكلم مع حضرتك عن محمد فوزي الأب والزوج. تمام، ده كلام كتير قوي، انت قوي بتتكلم بقى. على سنين طويله. لا طبعا محمد فوزي الاب كان، لو انت بتشوفي الافلام اللي هو عملها هتلاقي محمد فوزي الاب والزوج، بمعنى ان هو لما كان بيمثل ما كانش بيمثل، كان بيتكلم عادي جدا، كان بيضحك بيهزر بينكت بيعمل كل ما تتصوريه اللي ممكن مثلا اب يعمله في البيت مع اولاده. فهو ما كانش له شخصيتين، يعني كان هو بالظبط زي ما بتشوفيه في الافلام زي ما بتشوفيه في حياته. محمد فوزي طبعا في السنين الاولانيه من حياته يعني عمل كافح جامد يعني عشان يقدر يوصل لان حضرتك بعد 50 او 54 سنه من وفاته كلنا بنتكلم على محمد فوزي. صحيح، يعني قبل كده يمكن يعني وقت ما كان موجود الناس ما كانتش يعني مستوعبة قوي، لكن النهاردة الناس بتتكلم على محمد فوزي وكأنه مثلا كان موجود لغاية امبارح، يعني بحيث انه عايش في وسطينا. فنه عايش بالفعل فنه لغاية النهاردة. حتى الآن يعني لما تسمعي أغانيه، لما تشوفيه في الأفلام، لما تسمعي موسيقته حتى تحسي انك انت مش يعني حاجه مش غريبه، حاجه كانها حد من الفنانين بتوع النهارده بيغنوا. صحيح، فمحمد فوزي كان عبقريه فذه لانه كان دائما وابدا بيحاول يعمل الجديد. كان دائما وابدا بيحاول يعلم ويتعلم. يعني حتى حضرتك كان السؤال مثلا، نرجع للسؤال من الاول اللي هو محمد فوزي في البيت او مع ولاده ومع زوجته وكده، كان دائما وابدا يحاول ان هو يتعلم اي حاجه استحدثت مثلا او موجوده. فما فيش فرق جامد قوي ما بين محمد فوزي في الافلام ومحمد فوزي في الحياه. طيب محمد فوزي الأخ بقى هو الترتيب 21 من 25. محمد فوزي الأخ كان أخ للفنانة هدى سلطان وأيضا الفنانة هند علام. معلش يعني طالما ذكرتي كده هضطر اصلح المعلومه دي، هي اتفضل. المعلومه دي للاسف موجوده في النت وكل الناس بترددها. هو محمد فوزي له 16 او 15 اخ واخت، وهو رقم يعتبر 13 بالنسبه لهذا الترتيب. ما الشيخ زال ما شاء الله العدد يعني عدد كبير. ما هو ما جاش من زوجه واحده، هو اتزوج طبعا اكيد. الجد اتزوج 3 مرات. الزوجة الأولى جاب 10، الزوجة الثانية جاب 1، الزوجة الثالثة جاب 5، فهم 16. لكن يعني مش هتفرق كتير زي ما حضرتك قلت كده، يعني العدد بالظبط. يعني.